والاستاذ والبيه كان بتاع الطعميه يجدد قبلي شاطر ابن الايه بس كنت عارف ان الدايره حتلف وتاجي عليه ما هو ما يرضاش بشروط التجديد الا اللي بيته من ورق مش من حديد فاكر اخر مره شفتك كان في عقبات في سقف العلاج قلنا حتتحل طبقا للآت والحمد لله تجاوزناها بالاستثناءات واللي ما معهوش بطاقه سنديه وحالته مزمنه النقابه حتتكفل بالعمليه مش بس كده كمان عاد ده النقابه حتتكفل بمصاريف العلاج فاكر اخر مره شفتك كان المعاش يزيد يا دوب وما يلبيش ورثه اصحاب الروب ودلوقتي الكل سمع وشاف لحد اخر في الورثه اخر واحد مستحق في الورثه هيقبض حتى 3000 فاكر اخر مره شفتك ما كانش فيه قيمه مضافه والكل قال على فين حتودينا لغايه ما بقينا النقابه الوحيده اللي عدينا ببروتوكول تتحصل من منبع لولا مهدينا فاكر اخر مره شفتك ما كناش بندفع رسوم اتعاب ومحايله مع العدل وكان الضباب لكن بعد التعديل يوم بيوم ومن الباب للباب والدنيا قامت وقعدت كأن نحن اللي بندفع مش الموكل الأتعاب فاكر آخر مرة شفتك كأنها تمام الأيام دي ألف ألف شكر يا معالي النقيب على الهدية جددت 2020 السنة دي